بسم الله الرحمن الرحيم. الرقم الكودي 5018734493005. بدي أكتب الخمسة، مش حكتبها لأنها تعتبر رقم من مراجعة. حبدأ كتابة هذا الرقم من الشمال لليمين، هاي الصفر بعدين ثلاثة واحد وهكذا إلى الخمسة. بعدين بأحط الرموز اي او لكل واحدة مقابل كل حرف من هذه الحروف اي او اي او الى نهايتها. وبعدين بأحط الرقم 13، 1 3 1 3 13، يعني بتنكتب 1 3 1 3 الى النهاية. وبعدين بأضرب الرقم اللي عندي مع الرقم هذا، يعني 1 في 5 5، 3 في 0 0، 1 في 1 1، 3 في 8 24، 1 في 3 3، 3 في 7 21، 1 في 4 4، 3 في 4 12، 1 في 9 يساوي 9، 3 في 1 يساوي 3، 1 في 3 يساوي 3، 3 في 0 يساوي 0. طيب الآن بدي أجمع هذه الأرقام، 0 و3 3 و3 6، 6 و9 15، و12 27، 27 و4 31، و21 52، 55، 79، 80، و0 80، و5 85. فالمجموع طلع عندي 85. قديش بدي أضيف رقم علشان الرقم الناتج يقبل القسمة على 10؟ هيك تنحسب المجموع اللي طلع عندي، قد ما يطلع المجموع قديش ضايل له أضيف له علشان يطلع رقم يقبل القسمة على 10. بدي أضيف له 5 لأنه 90 تقبل القسمة على 10، فبأضيف 5. طبعا أقرب رقم، يعني مش معقول واحد يقول لي 15، لا بأضيف 5. 5 بصير 90، 90 تقبل القسمة على 10، يبقى رقم المراجعة حيكون إيش؟ 5. يعني الرقم اللي بدي أضيفه علشان الناتج اللي طلع يقبل القسمة على 10. هذا هيك بكون رقم 5 هو كود المراجعة. طب لو إحنا بدنا نعمل مثال نطبق على المثال الرقم هذا، تعملوا لي إياه، أنا بدي أطلب منكم في النشاط وتحلوا لي إياه في نفس طريقة حل المثال السابق على الرقم الكود هذا. نيجي للنظام الثاني اللي احنا قلنا النظام الأول نظام التشفير الأوروبي EAN 13. النظام الثاني برضو أوروبي ولكن ثماني، فعشان هيك سموه EAN European. قلنا الاي اختصار لل اختصار لكلمة مش مشكلة. المهم اي اي ان رقم 8، يعني 8 أرقام، 1 2 3 4 5 6 7 8. نظرا أن بعض العبوات لا تكون بالحجم الكافي لكي يوضع عليها 13 رقم، زي مثلا أنبوبة الحلوى الصغيرة أو أنبوبة مستخلص خميرة أو أنبوبة عينات، فإنه بكفيش يعني نحط كود من 13 رقم. ممكن يستخدم الكود الثماني بيؤدي نفس الغرض، بسموه نظام التشفير الأوروبي EAN 8. طيب هذا كيف ترميزه؟ الثمان أرقام منهم 3 للدولة، أول 3 أرقام 841 بيكون هذا رمز دولة، والأربع أرقام لخواص المنتج اللي وراه 1 6 1 5، هذه خواص المنتج، وأكيد الرقم الأخير دائما في كل كود هو رقم المراجعة. طبعا أنا بدي أحسب كود المراجعة هنا، بحسبها زي الطريقة هذه ولكن بدل ما أحط 13 بدي أحط 8. يعني الرقم 13 مكون من خانتين 1 و3، لكن هنا لما بدي أجي أضرب أكتب 0 8 لأنها مكونة من 8 أرقام. نشوف ال 841 هذه، بيقول هنا للدولة، تعالوا نشوف
دولة إيش هذه اللي 841 حسب الجدول اللي تكلمنا عنه في المحاضرة السابقة. تعال نشوف هذا لحتى الآن 500 600 600، وين 800؟ 841 بتكون في المجال هذا، هاي أسبانيا من 840 إلى 849. يبقى لو أنا يعني دققت وقلت هذا منتج وين مصنوع، بعرف إنه في أسبانيا.